السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايز تعمل توزيع لأي فاميلي في مكان محدد زي مثلا الغرفة ديت، هتيجي مثلا على ماجيكاد الكتريكال، نفس الكلام في الفنتريشن، هتقول له انستول برودكت، انا عايز اختار منتج معين، ولا يكون مثلا اخترت الجهاز دوت، تمام؟ هقول له اوكي، هيبدأ يحمله. تبدأ تشوف بقى فري، تبدأ تعمل تحمله زي ما انت عايز في اي مكان انت عايزه، لكم مثلا هنا في اي مكان. ممكن تقول له لا انا مش عايز فري، انا عايز الري، هتقول له اريا، وتبدأ تختار الاريا اللي انت عايزها بالشكل دوت، هو يبدأ يوزعهم لك حسب ما انت مختار. هنا انا مختار المسافة بينهم 3 متر 3 متر، تمام. ممكن تعمل روتيشن ليهم، ممكن تغير الرقم ده زي ما انت عايز، ممكن تقول له لا ده انا عايز في السنتر نمبر، عايز اديله عدد معين، اقول له مثلا خلي هنا 10 هنا 5. فزي ما انت شايف دي احد الطرق اللي ممكن توزع بيها لايتنج، توزع بقى سبرينكلر، توزع بقى اي حاجه بسهوله شديده جدا وسريعه. ده بسبب ان احنا استخدمنا الماجيكاد مع الريفيت.